معي أخي الحبيب، تصور أن رجلا دخل بيتك وأهانك، كتقولي في بيتي، دير لي هادشي في بيتي، علاش دير لي هادشي في بيتي، ديرو خارج بيتي، فما بالك بالمسجد بيت الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها. تعرض على النبي صلى الله عليه وسلم الأعمال للأمة كلها، فوجدت في محاسن أعمال أمتي إماطة الأذى عن الطريق. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وعرضت علي مساوي أعمال الأمة مساوي، فوجدت في مساوي أعمال الأمة النخامة تكون في المسجد. تابع معي، الله يجزاك بخير. ما تكلمش النبي صلى الله عليه وسلم على عظم خطيئة التنخم، هذاك اللي يتنخم ما كنهضروش عليه، هذاك لا شك أن الخطيئة كبيرة. على ما تكلم سيدنا محمد على من رأى النخامة، إلا شتي واحد التنخيمة شرف الله وقدركم وأعزكم، أنت إلا ما حيدتهاش. إن نبينا صلى الله عليه وسلم أزال نخامة بعضهم بيده، سيدنا محمد هذا لما شاف النخامة في المسجد حيدها بيده،